بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. مجلس إدارة الأهلي يجتمع الخميس لاعتماد أسماء المرشحين. الفريق الأول يبدأ استعداداته لمواجهة الوداد. والإثيوبي باملاكتيسي مع حكما لذهاب نهائي أفريقيا. مجددا والى التفاصيل، يعقد مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر اجتماعا الخميس المقبل لاعتماد اسماء المرشحين في انتخابات النادي والتي ستجرى يوم 30 نوفمبر المقبل. واغلق باب الترشيح لانتخابات النادي مساء السبت الماضي بعد ان تقدم 36 مرشح يتنافسون على 12 مقعدا لقياده النادي في السنوات الاربع المقبله. بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استعداداته لخوض ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي أمام الوداد المغربي والتي ستقام السبت المقبل باستاد برج العرب. وسبق المران محاضرة طويلة لحسام البدري على التأكيد على أهمية طي صفحة مباراة النجم الساحلي تماما والتركيز فيما هو قادم، خاصة في ظل الرغبة القوية في استعادة لقب الأميرة الأفريقية. للمزيد من التفاصيل حول تدريبات الاهلي اليوم ينضم الينا الان عبر الهاتف الزميل حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي. حازم اهلا بيك. اهلا بيك فيروز واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. حازم احكي لنا عن كواليس تدريبات النهارده. وبالفعل النهارده استعمل فريق كوره بالنادي الاهلي تدريباته بعد ان اغلق صفحه مباراه النجم الساحلي التونسي في الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. الاهلي حقق فيها فوز كبير طبعا بنتيجه 6 اهداف مقابل هدفين. وصعد الحمد لله للدور النهائي بمجموع المباراتين 7 اهداف للاهلي مقابل 4 للنجم. وهيلتقي الاهلي ان شاء الله مع فريق الوداد المغربي واللي تحدد موعد مباراه الذهاب يوم السبت القادم 28 اكتوبر ببرج العرب. نعم، طب حازم ايه كانت تفاصيل التمرين النهارده؟ النهارده قبل بدايه المران كان في محاضره فنيه للكابتن حسام البدري مع اللاعبين، اكد خلالها على اهميه المرحله الحاليه ومحتاجين تركيز شديد جدا من الجميع حتى يتمكن الفريق من تحقيق الهدف ولقب البطوله، واللي باقي عليه 180 دقيقه بس، يعني مباراتين، ماتش في برج العرب ان شاء الله باذن الله والماتش الثاني في المغرب. الجميع تعاهد برضه من اللعيبه وجهاز فني على تحقيق الفوز واستعاده اللقب دوت. احنا من 2013 ما كسبناش اللقب ده، غايب عن الاهلي، فالسنه دي ان شاء الله باذن الله اللعيبه عهدت انها هيرجع تاني النادي الاهلي. طيب حازم، نعم حازم، طمنا على حالة المصابين في الفرقة. المصابين في الفريق النهارده غاب حسام عاشور، عارفين طبعا ان هو عنده مزق في العضلة الضمة، هو صعب جدا انه يلحق ماتش مباراة الذهاب، لكن في امكانية ان شاء الله يلحق ماتش العودة. هو ادى النهارده تدريبات في الجيم. صالح جمعة برضه غاب النهارده عن التدريب، هو بيجري أشعة خارج النادي للتاكد من الشد، هل هو شد خفيف ممكن يلحق، بس التاكيدات ان هو ماتش الذهاب برضه مش هيلحق. شريف اكرامي اكتفى بالجري حول الملعب، هو عنده شد خفيف في العضله الضمه، لكن ان شاء الله باذن الله هيكون متواجد بكره في التدريبات عادي وهيلحق ماتش الذهاب ان شاء الله. على هامش المصابين برضه في طبيب الماني اسمه ستافوي، ده رئيس القسم العلاج الطبيعي بمؤسسه شون كلينك، ان شاء الله باذن الله هيحضر يوم 26 للقاهره، هيحاضر في الفتره من 27 ل 30 اكتوبر لاطباء النادي الاهلي عن اهميه العلاج الطبيعي والاستشفاء في المباريات. نعم، حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معي عبر الهاتف.
نعم البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اندهاشه من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برفض طلب النادي بإقامة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل وإقامتها السبت. وأضاف البدري أن الفترة الزمنية قليلة جدا، خاصة وأن الفريق خاض يوم الأحد الماضي مباراة الإياب مع النجم الساحلي التونسي، مشددا في الوقت نفسه على قوة فريقه وقدرته على التعامل مع ظرف الحالي بشكل طبيعي. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أخطر النادي بالحكم الذي سيدير مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا. وأوضح عبد الحفيظ أن الكاف أسند إدارة المباراة للحكم الإثيوبي بامالاك تسيما، وتقرر وصول طاقم التحكيم إلى مدينة برج العرب يوم الخميس المقبل على أن يعقد الاجتماع الفني للمباراة يوم الجمعة. يدرس مجلس إدارة نادي الأهلي السفر إلى المغرب بطائرة لخوض مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 4 نوفمبر المقبل. وقال حسام البدري المدير الفني للفريق أنه في حال توافر خطوط طيران مباشرة فلن يتم اللجوء إلى خطوة الطائرة الخاصة، مشيدا في الوقت نفسه بالمساندة المستمرة من جانب المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي. وأضاف البدري أن مجلس إدارة النادي لم يتأخر عن تلبية طلبات الفريق ودائما كان داعما للجهاز الفني واللاعبين. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السفر إلى الإسكندرية قبل يومين من مباراة الفريق أمام الوداد المغربي بذهاب الدور النهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. جاء قرار الجهاز بالدخول في معسكر مغلق مبكرا من أجل زيادة التركيز لدى اللاعبين قبل السفر إلى المباراة الهامة. يتحدد اليوم موقف صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من المشاركة في مباراة الوداد المغربي. وكان جمعة قد أجرى أشعة رنين على العضلة الخلفية أمس، ومن المقرر أن يتحدد اليوم موقفه من المباراة خلال المران. وقال خالد محمود طبيب الفريق أن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب هو إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة النجم الساحلي الأخيرة. يسعى جهاز الطبي بفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لتجهيز حسام عاشور لاعب وسط الفريق من أجل اللحاق بمباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 4 نوفمبر المقبل. وقال حسام البدري المدير الفني للأهلي أن اللاعب تأكد غيابه عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة والتي لحقت به خلال مباراة الرجاء في الدوري المحلي، مشددا على أنه لن يشارك في المباريات إلا بعد التأكد من جاهزيته بنسبة 100%.
أكد سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي أنه أجرى اتصالات بالسفارة المصرية في المغرب في الساعات الماضية لترتيب استخراج تأشيرات بعثة الفريق إلى المغرب استعدادا للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وأضاف عدلي أنه عقب مباراة النجم الساحلي التونسي أجرى اتصال بالسفارة المصرية في المغرب وتم الاتفاق على إنهاء كافة الأمور. وشدد عدلي على أنه سيستخرج كافة التأشيرات الخاصة باللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي خلال الساعات المقبلة. أكد سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي أن فريق الوداد المغربي لم يبلغ الأهلي حتى الآن موعد وصوله إلى مصر استعدادا لمباراة الذهاب والمقرر لها السبت المقبل. وأضاف عدلي أنه من المفترض أن يقوم بترتيب أمور استقبال بعثة الوداد سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب. وشدد عدلي على أنه سيتواصل مع مسؤولي الوداد خلال ساعات لترتيب استقبالهم وتوفير كافة الأمور والتي يطلبها نظرا للعلاقات الجيدة بين الأهلي وجميع الأندية العربية. كشف سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي عن سفره بصحبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إلى المغرب قبل سفر بعثة الفريق بيومين استعدادا لمباراة إياب نهائي أفريقيا. وقال عدلي أنه عقب مباراة الذهاب والمقرر لها يوم السبت المقبل بملعب برج العرب سيغادر بصحبة عبد الحفيظ القاهرة متجهين إلى المغرب قبل مباراة الإياب والمقرر لها 4 نوفمبر المقبل بيومين لترتيب استقبال بعثة الفريق وتجهيز الفنادق وملاعب التدريب. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف التشكيل الأفضل للاعبيه إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وسيطر لاعبو الأهلي على التشكيلة المثالية حيث تم اختيار 6 لاعبين وهم وليد أزارو وعلي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة ومؤمن زكريا وجونيور أجاي. وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي: حراسة المرمى زهير العروبي من الوداد، وفي خط الدفاع يوسف رابح من الوداد، محمد نجيب من الأهلي، وعلي معلول من الأهلي. وخط الوسط جاء فيه رامي ربيعة من الأهلي، مؤمن زكريا من الأهلي أيضا، أمير سعيود من اتحاد الجزائر، وأشرف بن شرقي من الوداد المغربي، ومحمد أناجم من الوداد أيضا. أما في خط الهجوم فجاء جونيور أجاي من الأهلي ووليد أزارو من الأهلي أيضا. يدرس السويسري إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حضور مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد في المغرب يوم 4 نوفمبر المقبل. وقالت الشركة الراعية لتنظيم نهائي دوري الأبطال أن رئيس الفيفا قد يحضر مباراة الإياب في المغرب لتسليم الكأس للفريق البطل. وأضافت أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد يحضر مباراة برج العرب يوم السبت المقبل بالإضافة إلى مباراة الإياب. وإلى تونس حيث شارك العشرات من جماهير نادي النجم الساحلي التونسي اليوم في وقفة أمام مقر النادي في مدينة سوسة بتونس احتجاجا على خروج فريقهم من نصف نهائي رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم بنتيجة كبيرة أمام النادي الأهلي. وطلب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الهزيمة والتي مست تاريخ النادي
داعين إياهم لتقديم استقالاتهم. إلى أخبار المنتخب واتحاد الكرة، حيث أشاد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم المهندس إيهاب الهيطة بجهود السفارة المصرية في غانا خلال إقامة السفير ولقائه مع سفير محمد حيدر ونائبه الحسيني خالد واستعداداتهم لإزالة أي عقبة قد تواجه المنتخب الوطني قبل مواجهة غانا في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم. ويسعى الهيطة والذي يزور غانا حاليا إلى تجهيز إقامة سهلة لبعثة المنتخب الوطني والاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بالمباراة وملعب التدريب أسوة بما انتهجه من قبل طوال مشوار التصفيات. أكد أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للمنتخب الوطني أن الهدف من مباراة الإمارات الودية هو منح الفرصة للاعبين البدلاء والذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة. وأضاف نبيه أن الفريق سيخوض مباراتي الإمارات الودية ومن بعدها مواجهة غانا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال روسيا خلال 4 أيام، لذلك قد تكون قائمة المنتخب مكونة من 30 لاعب لأول مرة. وأوضح نبيه أن ودية الإمارات ليست احتفالية على الإطلاق، مؤكدا على أنها ضمن خطة الإعداد للمونديال. قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة وادي دجلة والزمالك في الأسبوع 7 لدوري القسم الأول لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأحد المقبل يوم 29 أكتوبر الجاري بدلا من السبت، وذلك حتى لا تتعارض مع موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا. كما قررت اللجنة تقديم موعد مباراة المصري والإسماعيلي والمحدد لها الجمعة المقبل لتقام الساعة 4:45 بدل من الساعة 5، وتقرر تأجيل مباراة طلائع الجيش ووادي دجلة في الأسبوع 8 لتقام يوم السبت في 4 نوفمبر المقبل بدلا من الخميس في 2 نوفمبر. قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف عمرو شحاتة عبد الغني لاعب غزل المحلة مبارتين لسلوكه غير الرياضي عقب إحرازه هدف الفوز لفريقه في لقاء بلدية المحلة ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر. كما قررت اللجنة إيقاف محمد سمير مدرب عام فريق بلدية المحلة مبارتين وتوقيع غرامة مالية قدرها 10,000 جنيه لنزوله أرض الملعب وتحريضه لاعبيه ضد الفريق المنافس عقب نهاية المباراة. كما شمل القرار إيقاف كل من محمد نصر عباس، وليد أنور، محمد حسيب ولاعبي بلدية المحلة الثلاث لثلاث مباريات لكل منهم للاعتداء على لاعبي الفريق المنافس عقب المباراة أيضا. وإلى متابعة أبرز أخبار السوشيال ميديا، احتفل اللاعب علي معلول بعيد ميلاد نجله أمس ونشر معلول صورة ليه على حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر برفقة زوجته وابنه من الاحتفال.
وقام معلول بنشر الصور على حسابه في موقع تويتر بعد يوم من مساهمته في تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز الكبير على النجم الساحلي 6-2 كريم في عامه الأول. كل عام وانت بخير يا كريم علي معلول. نشر المحترف المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي صورة ليه على موقع انستجرام مع نجم الكورة الأرجنتيني مارادونا في حفل فيفا الأمس لاختيار الأفضل في العالم لعام 2017. وكان النني حضر حفل جوائز الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2017 بعدما فاز زميله في أرسنال أوليفر جيرو بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام. احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 حيث قام بنشر صورة ليه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع عائلته بعد تتويجه بالجائزة واللي أقيم حفلها في العاصمة البريطانية امبارح لندن. توج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 متفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا أيضا. فاصل قصير ونعود لجولة في الملاعب العالمية. جولة في الملاعب العالمية حيث أكد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز أنه لم يفكر على الإطلاق في ضم هاري كين من صفوف توتنهام وذلك لكون فريقه يمتلك لاعبا بقيمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما. وكان بيريز قد قال في حديث لإذاعة كابينا كوباي الأسبانية: لم أسأل رئيس توتنهام حول سعر هاري كين لأنني أعلم بأن الجواب هو 250 مليون يورو ولن نسعى خلف اللاعب بعد التعاقد مع بيل ومودريتش. أصبحنا أصدقاء مع توتنهام النادي والذي طالما ما قدم لنا التهنئة عقب الفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي. وأضاف: لدينا بنزيما والذي هو مزيج بين الظاهرة رونالدو وزين الدين زيدان، فالفريق محظوظ لكونه يمتلك مهاجما بهذه الخصوصية. أشادت الصحافة الإسبانية بفوز كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 متفوقا على ليونيل ميسي ونيمار نجمي برشلونة وباريس سان جيرمان على الترتيب. ووضعت صحيفة ماركا صورة لنجوم الفريق الملكي رونالدو وسيرجيو راموس ومارسيليو وتوني كروس ولوكا مودريتش بجانب المدرب زين الدين زيدان ورئيس النادي فلورنتينو بيريز معنونة الخارقون السبع. وفي نفس السياق وضعت صحيفة آس صورة رونالدو وزيدان على صدر غلافها مع عنوان مدريد الأفضل، فيما تصدرت صورة سيلفي النجوم المشاركين في حفل الأفضل غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية والتي عنونت باحتفال النجوم، كما أبرزت فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب بمنشط واضح.
أبدى الهولندي رونالد كومان اليوم الثلاثاء خيبة أمله إزاء إقالته أمس من منصب المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم. وكان إيفرتون قد أعلن أمس الاثنين إقالة كومان بسبب سوء نتائج الفريق وتراجعه إلى المراكز الثلاثة الأخيرة بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 9 مراحل من بداية الموسم، حيث لم يحقق سوى انتصارين. وقال كومان عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر اليوم إنه يود التقدم بالشكر لمالك النادي بيل كينرايت ومجلس الإدارة على دعمهما له، وأضاف: بالطبع أشعر بخيبة أمل الآن، ولكني أتمنى للفريق كل نجاح في المستقبل. وتضم قائمة المرشحين لخلافة كومان في تدريب الفريق ديفيد مويس المدرب الأسبق لإيفرتون وسين دايتش المدير الفني لفريق بيرنلي. سب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد غضبه على لاعبيه عقب الخسارة أمام هدرسفيلد تاون بهدفين لهدف في بطولة الدوري الممتاز. وكشفت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن مورينيو فقد أعصابه داخل غرفة ملابس اللاعبين عقب المباراة، حيث وجه اللوم بشدة لكل اللاعبين عقب الخسارة غير المتوقعة. وذكرت الصحيفة أن المدافع السويدي فيكتور ليندلوف لم ينل أي لوم أو تعنيف من مورينيو، على الرغم من تسببه في الهدفين والذي مني بهما مرمى فريقه. دخل ناديا أرسنال ومانشستر يونايتد في منافسة لضم الدوري الألماني ولاعب بروسيا دورتموند ماركو ريوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن النجم الألماني فتح الباب أمام رحيله من بروسيا دورتموند حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي. ويسعى أرسنال إلى تعويض الرحيل المحتمل لثنائي أليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل، واللذان من المتوقع عدم تجديد عقديهما مع أرسنال والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاي. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. وبداية بوابة الأهرام، مدرب الأهلي: تأهل منتخب مصر لمونديال روسيا كان أهم الدوافع لتأهل الأحمر لنهائي دوري الأبطال. من الجمهورية: الاحتفالات ممنوعة في الأهلي قبل مواجهة الوداد. ومن الشروق: عاشور قد يلحق بلقاء التتويج في المغرب. من الوطن سبورت: إدارة المباريات بالأهلي تطالب الجماهير بسرعة الحجز والتسجيل لتذاكر نهائي أفريقيا. ومن البوابة سبورت: موقف صالح جمعة من نهائي أفريقيا يتحدد اليوم. من الوفد: حسام البدري طاهر لا يتأخر عن دعم فريق الكرة. ومن فيتو: الأهلي يعود اليوم لتدريباته الجماعية استعدادا للوداد المغربي. وفي الجول: 6 لاعبين من الأهلي يقودون تشكيل الأفضل في نصف نهائي دوري الأبطال. من يلا كورة: رسميا الكاف يبلغ الأهلي بموعد ذهاب نهائي دوري الأبطال.
ومن مصراوي عبد الحفيظ، الأهلي لم يطلب استبعاد بعض الحكام من إدارة مبارياته. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة، زي النهاردة في 24 أكتوبر من عام 1948 الأهلي يفوز على اليونان السكندري بخمسة أهداف نظيفة في المباراة الأولى للأهلي في بطولة الدوري العام. وكان أول فريق يمثل الأهلي في المسابقة يتكون من كمال حامد، عبد العزيز همامي، صبحي يونس، وسيد عثمان، وحلمي أبو المعاطي، فؤاد صدقي، محمد لهيطة، أحمد مكاوي بخيت، وفتحي خطاب. وسجل أهداف الأهلي وقتها أحمد مكاوي بهدفين، وحلمي أبو المعاطي ومحمد لهيطة وبخيت. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.